السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، في هذه الحلقة سوف نتطرق إلى كيفية تحديث الجهاز الأندرويد تي في بوكس ستارسات اس ا 16 برو، وذلك بواسطة مفتاح USB. وهذا التحديث سوف يقوم بحل العديد من المشاكل، ومن بينها تشنج الجهاز، وكذلك حل كثرة التقطعات على مستوى التطبيقات أو البروتوكولات الخاصة بالمشاهدة بدون صحن، يعني بالإنترنت فقط. نقوم أولا بتحميل الفلاش الخاص بالجهاز من الموقع الرسمي، ثم نقوم بوضعه كما هو على مفتاح USB ونقوم بشبكه مع الجهاز. بعد ذلك ندخل على التطبيقات ونضغط OK، ثم ننزل إلى Auto Update، ثم نضغط على OK مرة أخرى، وهنا ندخل على System Update via USB ونضغط OK. هنا في الأسفل نضغط على Scan Zip. وهنا ظهرت لنا اللائحة، والتي تشمل العديد من الفلاشات، ونقوم باختيار الفلاش الخاص بهذا الجهاز، وهو الموجود على السطر الثالث. نقوم بعد ذلك بالضغط على OK، وكما تلاحظون فالتحديث هو بصيغة الزيب، يجب الاحتفاظ بهذه الصيغة دون محاولة فتح الملف أو فك الضغط عنه. ثم نتابع ونضغط على OK. هنا أصعد إلى أبديت وأضغط OK. هنا بدأت عملية مراجعة الفلاش للتأكد من صحته. ننتظر قليلا دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة، وهنا بدأت عملية الإعداد للتحديث، وهنا انتهت العملية. انتهت العملية بنجاح، وهنا بدأت عملية تنصيب التحديث. يجب عدم فصل الجهاز عن مصدر الطاقة حتى لا نقع في مشكل التشنج. دائما يجب الانتظار لأن العملية تتطلب بعض الوقت. انتهت المرحلة الثانية، وهنا سوف يقلع الجهاز من جديد. وهنا أقلع الجهاز.
وهذا وهكذا نكون قد قمنا بتحديث الجهاز بواسطة مفتاح USB وتخلصنا من جميع المشاكل التي كان يعاني منها هذا الجهاز أو هذا النوع من الأجهزة. وبهذا أني إخواني أخواتي هذه الحلقة، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.